وكذلك الرجال تجب عليهم أمور لا تجب على النساء، من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والصلاة الجماعة في المسجد وصلاة الجمعة وصلاة العيد وغير ذلك من الأمور يوجبها الله على الرجال ولا يجبها على النساء. النفقة، السكنة، المهر، كل هذه الأشياء واجبة على الرجل غير واجبة على المرأة. لماذا؟ لأن زيادة التشريف زيادة في التكليف.